من صاحب الصورة هذه حقيقة يعني أوجعتونا والله. هذه طبيعة الحياة. الحمد لله. طبعا هذا الأخ والصديق والغالي والأب مرغشت يعني حقيقة يعني هو أخي الأكبر وأخيك الأكبر مباشرة. إيه نعم وأكبر أبناء الوالد والوالد ما أنكسر ظهره إلا بعد وفاة الأخ براش حقيقة يعني أنكسر ظهورنا جميعا. الأخ برغش السيد فايز أنا تمنيت أني أطلع من الحلقة يعني حقيقة يعني لأن كان له فضل كبير علينا حقيقة كان أب السند والأخ والصديق والعض وفاته يعني تعب فترة ممكن أشهر بسيطة وقبض الله روحه وحقيقة كان نعم السند لي ونعم القدوة لي في التعامل في الأدب في الأخلاق في الرقي برغش وكفى أنا ما أقدر أكمل حقيقة يعني. طيب أبو أنس ماذا فقدت بعد برغش؟ لا أقول لي ماذا اكتسبت بعد برغش فقدت برغش. بحثت عندي إخوان ما شاء الله عندي أصدقاء شرواك لكن تفقد مال تفقد زوجة تفقد ابن تفقد أخ ما يعوض كل شيء يعوض حقيقة يعني ولا أستهين في الأمور اللي ذكرتها لا الأبناء ولا الزوج ولا المال هذه أمور عظيمة من الزينة التي الله منحنا إياها لكن أخ عندما تفقد أخ تفقد جزء كبير من حياتك فعلا كنت سبحان الله إذا اغتمت اهتميت كان المستشار وكان الأب وكان شيك مفتوح لنا في كل شيء في المال في العطاء في تصدق أنه كان يسافر من خميس مشيط إلى الرياض يوم يومين بس عشان يطمن علينا بس تخيل بس يعني يطمن علينا يعني كان مثل الأب كان يحل مشاكل فعلا هو صديق الأب ليش أقول لك الأب لما مات يعني كان معه على طول يفطر معه يتغدى معه يتعشى معه فأنا الآن الحمد لله أن الله رزق بي أبناء وبنات فهم أصدقائي. متى فقدت برغش؟ والله برغش توفي العام العام الماضي والحمد لله على كل حال الله يرحمه برحمته سيرته طيبة وعطرة وأثر في الناس وأثر فينا والحمد لله الله يرحمه برحمته.